بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصما عن الخائنين، والمراد بهم المبطلون الذين ليس عندهم حجة صحيحة ولا برهان صحيح في دعواهم أو في أقوالهم أو في مذاهبهم. فلا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من المسلمين أن يجادل عنهم أو يخاصم عنهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قد قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب أنك إذا رأيت على أحد خيانة بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أن تناصحه وأن تبين له طريق الصواب. وأما أن تجادل عنه وتدافع عنه وتحامي عنه فهذا من تعاون على الإثم والعدوان الذي يستوجب شدة العقاب من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيؤخذ من هذا إضافة إلى ما سبق تحريم الخيانة بجميع أنواعها، وأنها يرجع ضررها على الخائن قبل غيره. ولهذا قال: يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فدل على أن الخائن يضر نفسه قبل غيره. فالخيانة ضد الأمانة، وهي عامة، الخيانة عامة في جميع التصرفات والأفعال. تكون الخيانة في الودائع التي يستودعها الناس، تكون الخيانة في الأسرار التي لا يحب صاحبها أن يطلع عليها، تكون الخيانة في المشورة إذا استشارك أخوك، تكون الخيانة في المعاملة بأن تغشه وتخدعه وهو قد أمنك وتعامل معك، تكون الخيانة والعياذ بالله بين الزوجين، تكون الخيانة أشد من هذا وهي الخيانة في العهد، الخيانة في العهود التي بين الله وبين خلقه، أو العهود التي بين الإمام والرعية، أو العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، أو العهود التي بين المسلمين والكفار. وكلها يجب الوفاء بها. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين، وقال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة قبيحة وظلم، وهي ليست خاصة بنوع معين، بل هي عامة في جميع ما ائتمن الله به الإنسان. فكل التكاليف الشرعية والأوامر الإلهية والشريعة كلها أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة عامة لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده
وطالبهم به فهو أمانة. الصلاة أمانة، والطهارة أمانة، وجميع العبادات والواجبات والفرائض أمانة بين العبد وبين ربه، فيجب عليه الوفاء بها. وكذلك الخيانة للجوارح، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين هي التي تسارق النظر إلى الحرام، إذا غفل الناس نظر إلى ما حرم الله، وإذا انتبهوا له كف بصره عن ذلك، هذه خائنة الأعين. الخيانة إذن تكون عامة، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وفي قوله إن الله لا يحب دليل على أن الله يبغض الخائنين ويحب الأمناء، لأنه إذا نفى الحب فإنه يثبت البغض، وإذا أثبت الحب انتفى البغض، فهما وصفان من صفات الله عز وجل، أنه يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والطغيان. وفي قوله تعالى خوانا أثيما، ليس معناه أنه لا يأثم إلا من كثرت خيانته، لأن خوان صيغة مبالغة، بل كلما ازداد خيانة ازداد إثما. وإذا اعتاد الإنسان على الخيانة في أول مرة فإنه يتجرأ عليها حتى يصير خوانا، كما جاء في الحديث: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويؤخذ من ختام هذه الآية أثيما أن الخائن آثم، وليس إثما يسيرا بل أثيم، لأن أثيم صيغة مبالغة، دل على أن إثم الخيانة عظيم والعياذ بالله. وفي الآية دليل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكامه، وأنه إذا حصل منه خطأ في الاجتهاد فإن الله ينبهه على ذلك ويسدده، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في البداية وفي النهاية عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا عصمه من أن يستمر على خطأ إذا حصل خطأ في الاجتهاد. هو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله قطعا، وهو معصوم أيضا عن الوقوع في الكبائر، وكل الرسل كذلك معصومون فيما يبلغون عن الله، ومعصومون من الوقوع في كبائر الذنوب. أما بعض الاجتهادات فقد يحصل منهم فيها خطأ، لكن الله جل وعلا يسددهم، فهم معصومون منها في النهاية. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.